مجربة والجديدة مع هدى اليداري. هذا شو 15 دقيقة طبعا. هدى اليداري هي ضيفتنا اليوم. هدى صباح الخير. صباح النور. انت قاعده فين؟ انت طلعتي لنا في راسنا كون معاك شي كلها سبعين للاربع ايام السيمانه. اربع ايام السيمانه لاباس عليك وشي مزيان؟ صافا الزين ديالي بحال لاباس الحمد لله. اش تقدمي لنا؟ خصك تبقى في حق تقدمي لنا داكشي تديري في المدرسه باش هكا عندك بعدا لي فيديو عندك تصاور الحقيقيين باش نوليو نحطوهم. ما عرفتش زينب فاش دارت لينا في هذا الشيء، عطاتك لي فيديو ولا باقي؟ زعما هدى عندها لي فيديو كاع الطلبات تشوفهم تيصوروا وخصي كيصورهم ولا نصور انا؟ اي والله الا خصك تبقاي تجيبي لنا دوك لي فيديو باش نحطوهم. واش دابا في نظرك هما كيصوروا نصور انا؟ باش هكذا بعدا الانسان يلقى كتابة وصوتا وصورة. وصورة مزيانة. اش تقدمي لنا اليوم؟ اليوم حبيبتي غادي نعطيو بسترا ديال تكون عندك اسيستونت فهمتيني في الكور. كل كور شي وحدة تكون عندها شي تليفون زوين تيصور زوين صور لنا. مثالي تعطيك لطفا منك زعما فضلا منك ليس واجبا فضلا منك ان شاء الله. إذا جات على خاطرك يا لالا هدى اليد. واش انت كتجي للكور؟ ما كاينش تليفون كون دوري. كتجي السبت. دابا شوف الوصفه ديال السبت غنوليو نحطوها اثنين ياك ولكن ما تبقاش غنديرو خصك تجيبي لينا اثنين نحطوها ثلاثه ديال ثلاثه نحطوها اربعه وهكذا. انا واعد مني ديال السبت انا نجي نصورها ونحطها وتحطيها وما تبقى جيبيها لينا انت راسك عامر ياك ما فيك اللي صور. ماشي فين اللي صور يعني بعدا هاد القضيه ديال التصوير راه بغيت نشير ليها لان بارفوا كنتفرج في هكا في الانترنت في الفيس ولا في اليوتيوب ولا هادي ولقيت مؤخرا بانه كاين وصفات يعني وصفات اللي كتحط في اليوتيوب او لا في هادي باسم هدى اليداري او فيسبوك يعني ماشي واحد ماشي جوج ماشي 20 ماشي 30 اللي القيس ديال اللي فيسبوك اللي محلولين بسميت برغم بانه هدى اليداري ما عندها حتى فيسبوك في هادوك داغي واحد. مي انا عندي ما عنديش فيسبوك انا عندي باج ديالي لا باج صافي مي انا كنقول لك فيس يعني محطوط فيه دي فوتو دي غوسيت شي حوايج ولكن الغريب واللي زعما استغربت له انا بان الناس كيصوروا اون فيديو ياك لقيتها حتى انا شفتيها لقيتها ديال المسمن المصيبه الكحله بان مسمن واحد السيده سمراء ياك كتبان يديها او بيجاما ليمونيه عادي الغريب كنضحك على بيجاما ليمونيه يعني كيفاش بنا يعني صرا غير وليت نقول هادي الدين هدى لا هدى بيجاما ليموني بلاتي اتو قلت لهم واش انا دابا انا لابسه بيجاما ليمونيه ما كاين دابا ما كاين شتي دابا ما ليموني مالو كيجي دابا ماشي مشكل البيجاما ليمونيه لا سمحي لي ملي كنبغيو ندخلوا للكوزينه انا ملي كنراتها البيجاما ليمونيه كيفاش دراتني حيت انا ملي كنبغي ندخل للكوزينه نكون لابسه الطابليه خصني نكون لابسه يعني مغطيه شعري فهمتي ما يمكنليش ندخل للكوغ لابسه شي لون لا لا ماشي على اللون والله الا هي كنضحكوا كنمزجوا ديال الضحك مي الغريب بانه صرنا غير نفواغ مع نفس البريستيج نفس البريستيج هادشي كندير انا 8 طبقات واش كيخرج بعدا لا هذاك بدا مسمن عادي هذاك ماشي عقلتي كنتي معنا فاش درنا مسمن بريستيج وانت في التصاور يعني شكل كرواسا شكل لي بتي بان شكل شناك يعني صرنا غير نفواغ مع هذاك مسمن عادي مسمن عادي لو شوف عرفتي والثقه بالنفس وفي الاخر وحلات وقالت لك شوفي كي داير واعره فاذا ما تثقوش في كاع الوصفات اللي كاينين هذا الا طبعا الوصفات اللي كاينين في اسره سيغ شاداي فام هي اوفيسيال طبعا حيت كاينين اسره سيغ شاداي فام وحدين اخرين اوفيسيال باش غتعرفوها كاينه في لاباغ ديال لادغيس الفور فين كتكتبوا www.facebook كذا تما كاين اوفيسيال هذه هي لاباج ديالنا وان شاء الله لي فيديو اللي هما ديال هدى اليداري غادي تشوفوا وجهها نصوروا له وجهها هو الاول نقول لكم انا هدى هذا نزلوا لي يديها هادو غتلقاوهم على لاباج ديالنا اللي هي لاباج ديال شاد اف ام شاد اف ام بوان نت ولا بوان ام طبعا هاد لاباج اللي غتلقاو فيها لي فيديو ان شاء الله ملي غادي نبداو نحطوهم. يلا اش تقدمي لنا اليوم؟ اليوم حبيبتي عندنا بسطيله ديال الحوت مي بطريقه مختلفه يعني الا عندهم شي عرادات ولا عندك شي حفله ماشي اللي درنا ذاك النهار؟ لا 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 هادي بالصلصه البيضاء وفخوماج اون صوص بلونج وفخوماج هي غاليه باش كنجيك من الاخير باش منين نبداو ماشي تخيلي لا وهادي ما شنو المهم نسك من الاول مزيان باش ما نديروهاش انا باش ما نديرهاش لا انت ما ديريهاش ولا جي عندو العراده ديرها يلا بداو الصلصه البيضاء نعم اذا غادي نبداو باول شيء لان هي كتكون عطيتي انا شحال هادي بلا فيغميسيل سون فيغميسيل سون فيغميسيل هي كتكون بوحدها غير البواسون بوحدو سهله ياك كثير 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 ولكن كيعتقنا كيعمرها
شوفي دابا حنا كاين حتى المحلات اللي عطيناهم اللي عادي وعطيناهم اللي بعد اللي بغى شي حاجه يديرها. اذا غادي ناخذ ولا لا كيلونس ديال كروفيت. كيلونس كروفيت كتبي كيلونس كالامار خلصت. كيلونس ديال ميرلون ولا ديال اي نوع ديال الحوت يكون سواء كان ميرلون او يكون داك القرب اللي كبير او لا لوت الفرخ لا لوت بوحدو عطا نزيدوها هذا تقبريها. كيلونس ديال لا لوت هي عندنا اربعه الاشكال كيمشيو فيها ديال الحوت كيقدروا نديروا دابا شحال ديال الحوت هنا ديال الفلوس شحال المهم عندك كيلونس 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 يعني 4 كيلو عندك 6 كيلو ديال الحوت تبارك الله المهم يطبلا 6 كيلو 6 كيلو ديال الحوت ماشي بزاف لا ماشي بزاف المهم شي 300 درهم هادي هادي شوفي هادي ديرها عرادات ديال الخطبه جاي يخطب فيك لا باش ياكلها يتزوج بك الغد ليس صافي وما تعاودهاش من بعد حقيقه فكره صافي عرفتي ديك الضربي على الشعب من الاول ناري واعر ناري دابا كيسقو شي راجل كيسمع فينا نقول لك قالت لهم غيضربوني على الشعب 6 كيلو ديال الحوت في بسطيره يقول لي متكي على جي لا لا براك يعني غادي يقول لك اهو تبارك الله السيده يلا نكملوا يلا بداي اذا عندنا نديروا الطريقه والمقادير او ميم طو باش ما نتعطلوش غادي ناخذوا كل شكل ديال الحوت غادي نديروه في واحد البانيو باش نشرملوه طابي قالت لك زينب كتبي حتى هي غديرها غادي ناخذوا الكروفيت غادي نقيو طبعا الحوت خصو يكون ناشف مغسول مقاد مصوب ناشف مكتر من الماء غادي ناخذوا غادي نبداو اول شيء غادي نشرملوا لا لوت ولا الكروفيت المهم نبداو بواحد الشكل ديال الحوت نبداو الكروفيت الكروفيت غادي نديروا له لا دريس واحد ديال الثومه في دي كيلونس كلنا نديروا غير دريس واحد ديال الثومه غادي نديروا له لا راس المعلقه ديال الازير غادي نديروا الملحه ابزار جوج معلقات كبار ديال زيت المائده غادي نديروا لالا شويه ديال الزعتر غادي نجيب غير شويه يعني غير واحد ربع معلقه صغيره ديال الزعتر غنحكو بين يديا ياك حامض معلقه كبيره ديال عصير الحامض وغادي نشدو غادي نفرشو في واحد اللاطه في بابي كويسون ونفرش فيها داك الكروفيت نص ديال اللاطه حيت حنا انا من الحوت ما غادي نشحروه ما غادي نديروا له غندخلوه مباشره للفران ياك غادي نديرو في اللاطه 10 دقائق 10 دقائق غادي نديرو غير نص في اللاطه ونص الاخر ديال اللاطه الاخر نديرو فيه حوت اخر قولي لي دابا هذا هذه بالصلصه البيضاء والفرماج وهي تمشي مع ربما في تشحار الزبده اكثر من زيت العود لا ما كاينش زيت العود زيت المائده زيت المائده ماشي زبده يكون احسن لا الزبده غادي تدار في لاصوص هذه حنا دابا كنحضروا غير الحوت يدخل الفران واخا يطيب فغادي ندوزو عند لالوت 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 غادي ناخذ غادي نديروا لها الربيع معلقه كبيره ديال الربيع مقطع الزبر والمعدنوس بجوج بيهم ياك معاهم وريقه واحده ديال النعناع اللي كنقطعوها رقيقه بزاف الملح الابزار شويه ديال صلصه الصوجه اللي خفيفه معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه خفيفه جوج دروس ديال الثومه شويه ديال الابزار غير راس المعلقه يعني غير شويه ديال الابزار ملحه وجوج معالق كبار ديال الزيت غادي نخلطوها معلقه صغيره ديال العصير الحامض غادي نخلطوها غادي نحطوها في واحد الجهه حدا الكروفيت وندخلوهم الفران غادي ناخذ الكالامار متابع الحال الكالامار الا كان عندي الكالامار كلشي الحوت 10 دقائق كلشي الحوت 10 دقائق واخا يطلق الماء شوفوا راه واخا تكون الماء ما تخافيش منه حيت حنا داك الماء ديالو غنصفيوه وغنستعملوه في الصلصه غادي ناخذوا ما تبقى عندنا اللي هو الكالامار الكالامار غادي نسلقوه من غير الا كان عندي الكالامار رويال اللي كيكون هبره غليظه ما عنديش عندي غير الكالامار اللي عادي كنقطعو ماشي ضروري تيكون الا كان عندي دوائر الا كان عندك مقطع دوائر قسميه على جوج يعني ولي نصف دائره كنسلقوه في الماء شويه ديال الماء ورقه موسى طريف الحامض ملحه مجرد بان طلع فيه الغلي 3 دقائق بالضبط شي نديروه منين يغلى 3 دقائق بالضبط ما نفوتش عليه في التا غادي يقصح غادي نصفيه ما نعاودش نغسلو غادي نديرو في واحد البانيو حتى هو في نفس البانيو نبقى نشرمل فيه كلشي الانواع ديال الحوت ما نبقاش نوسخ بزاف الماعن غادي نحطو غادي نضيف عليه جوج معالق حتى هو كذلك ديال الزيت المائده معلقه صغيره ديال عصير الحامض الملح راس المعلقه ازير وشويه ديال الزعتر اللي هو كنحكوه بين يدينا
وكنضيفوه. هنا اللي مهم مع الكالامر هو كنضيفوه مع الملح الصيني، معلقه صغيره ديال الملح الصيني، كنخلطهم وكنديرهم حتى هو يا اما في لاطا بحال هكا، حتى هو غير باش يشرب ليا داك لاصوص، حتى هو كنديرو فواحد يعني كناخذ لاطا اخرى كندير النصف ديال هذا الكالامر. وهنا الاخر شيء كنضيفو هو الحوت اللي قلنا القرب او لا اي نوع ديال الحوت او لا الصومو، يعني لا توفر عندك حتى الصومو داك شرائح ديال الصومو او عندي حوت ديال الصومو في الدار فممكن نقطعو مربعات. دابا الصومو ولا يعني كاين لانه ولا كيتربى في المغرب ما بقاش غالي، فا الا عندي الصومو ممكن نشري غير نص كيلو ديال الصومو نضيفو، غير هو كيعطي واحد اللذه زوينه لان الصومو رائع. فما عندي الصومو او لا هادي كناخد الحوت اي نوع ديال الحوت كنجيبو، سواء كان عندي القرب ولا عندي الفرخ ولا اي نوع، هذاك ضروري ما اننا خصنا نبخروه القرب ولا هادي غير تبخر واحد شويه، يتبخر واحد 5 دقائق نحيدو نبخرو ونحطو نحيد ديك القشره ونحيد الشوك ديالو وكلشي. كنحضر صلصه فواحد هذا القرب او الميلو او او الصول او الفرخ او ميرلون او اللي عندك، حتى الميرلون خصني تبخرو شويه الميرلو القرب او الميرلون او الصول او الفرخ نقطعوه ويتبخر 5 دقائق. 5 دقائق ما يدخلش الفران؟ لا غيدخل الفران، ولكن غير علاش حنا كنديرو في هذاك باش نحيدو القشره، حيت نحيدو ديك القشره الفوقانيه نخليو غير الهبره هنا نشرملو. نشرملوه باش فباش نشرملوه نشرملوه بشويه ديال الربيع، غير معلقه صغيره ديال الربيع مقطع، شويه الزعتر، شويه ازير، الزيت جوج معلقات، معلقه صغيره ديال عصير الحامض، الملح، ملح الصيني، راس المعلقه فقط قبصه ديال الابزار. كنخلط هادشي كله في قرعه وكنخوي عليها باش ما نحركش، لان اللي حركت داك الحوت غيتفرتت، فنستفو في الفران نستفو في لاطا ديال الفران ونحرك هادي كلها في قرعه وندخلو الفران 10 دقائق. ملي كندخلوهم الفران كنخرجوهم كنخرجوهم كنصفيو لهم داك الماء ديالهم 10 دقائق العافيه من تحت ومن الفوق، كنصفيو الماء ديالو به بهذاك الماء ديالو، كنخليو الحوت كيبرد وهذاك الماء ديالو هو اللي غتحضر به الصلصه. فباش نحضروا الصلصه غادي ناخذوا بصله كبيره نشحروها، دائما بصله بيضاء، هنا ضروري خاصها تكون بصله بيضاء ياك. غادي نشلدها رقيقه نشحرها في الزيت نحطها بيد من هو الحوت عندي في الفران، كنقول انا شحرت البصله ديالي، كندير معاها شويه واحد دريس واحد ديال الثومه محكوك كنشحروا معاها. من بعد ملي كنشحروا معاها وكتذبل كنضيف عليها الشامبينيون اللي هي علبه ديال الشامبينيون، تكون عندي علبه كبيره يعني 250 غرام ديال الشامبينيون، او الا لقينا لي شامبينيون اللي هو طري دابا كاين متوفر. غير نصيحه بالنسبه للشامبينيون ما نشريوش من شي بلاصه، ما نشريوش من المارشي، ما نشريوش من السوق، ما نشريوش من شي بلاصه لان بارفو كيكون مسموم، فنشريو من بلايص المتاجر اللي هي خاصه به. اذا غادي نشحروا داك لي شامبينيون، الا بغينا اضافه شامبينيون نوار الاسود ممكن حتى هو كيجي فيها الديد، فنضيفوا دائما شامبينيون اسود في الماء مغلى حتى كيتنفخ، كنغطيوه 10 دقائق حتى كيتنفخ كنقطعوه وكنضيفوه كنشحروه، كنضيفو لهم جوج ورقات موسى كنضيفوهم وكنخليو داك لي شامبينيون كيشحروا مزيان حتى كطلع لي داك النسمه ديال ورقه موسى اللي هي جوج ورقات كنديروهم ماشي وحيده جوج حتى كيتشحروا مزيان. من بعد كنضيف عليهم معلقه صغيره ملح صيني، ملحه، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ماشي كبيره، معلقه صغيره ديال الربيع مقطع فقط. هادي دائما ملي غادي نكون كتشحر كتشحر بشويه زيت، معلقه كبيره اضافه ملي نضيف الربع نضيف معلقه كبيره ديال الزبده ونضيف الصلصه اللي بقات عندي من داك الحوت اللي صفيت من داك اللطان ديال الحوت كنضيفها، كنشحن النار عاليه بزاف باش كتشحر ليا بسرعه. من بعد منها كتكون يعني نار عاليه بحال اللي قلنا كنشحرو حتى كينشف ديك لاصوص، يعني كتنشف كتبان لي داك المراق ديال الحوت صافي نشف مع ديك البصله. هنا كنضيف علبه كبيره، يعني ديك العلبه اللي هي فيها ماشي 250 غرام اللي كبر منها، اولا الا ما عندكش شري جوج علب، جوج علب ديال الكريم فريش هذوك جوج شريهم ديرهم في النار، جهدي البوطه ندير داك هذا الكريم فري جوج علب دوك الصغارين ندير في جوج ونضيف 10 ديال القطع ديال الفرماج سواء كان مربع او مثلث فوق النار مجهده حتى كتختار ليا الصلصه، ماشي كتختار كتنشف لا شويه يعني تولي عندي ثقيله شويه لان عندي الحوت ما بغيتوش يجيني ناشف. كنطفي البوطه كنحط الحوت في واحد الاناء كبير ولا في واحد القصعه بيني وبينكم احسن قصعه وناخذ ديك الصلصه كلها نضيفها على الحوت ونخلط بشويه ماشي بجهد، نخلط غير بيديا
نبدا نهز غير الحوت من تحت ومن الفوق حتى كيتخلط ليا مع الصلصه. داكشي اش كنقولوا ما نشفوش الصلصه بزاف. اخر شيء كنضيفه هو 250 غرام ديال الحوت ديال الفرماج اللي كيكون احمر. كنحك 250 غرام ديال الفرماج احمر وكنضيفها كنخلطها دائما. الصلصه تكون بارده لان الفرماج ما بغيتوش يذوب باش ما يلصقليش فيها، فبغيتو يذوب حتى يدخل الفران. فالصلصه تبرد والحوت بارد، نخلطهم 250 غرام ديال الفرماج احمر محكوكه. كنخلط كلشي من بعد ما كيبعد عاد كنخلط كلشي مع بعضياتو وكنعمل البسطيله وكندخلها الفران بصحه والراحه. صدقوني لانها كتجي لذيذه بزاف ورائعه. معلكه معلكه تبارك الله عليك هدى اليداري خبيرة في الطبخ. غادي ناخذوا ومع هدى اليداري الخبيرة في الطبخ طبعا للشيوات اللي بغيتو يمكن لكم تواصلوا معها مباشرة على 0522 36 10 36. معنا اس ام اس على 5566 كيقول لك السلام عليكم لالا امينه، انا دنيا من مراكش كنطيب الدجاج محمر وكيجيني الداخل ديالو باسل. وصيبت كيكه الحامض لقيتها عندكم ولصقات ليا وهبطات وشكرا لك حبيبه هدى. بعدا نبداو لها بالكيكه، علاش لصقات ليها وهبطات؟ لصقات ما دهناش لا طبنا عندها المول ماشي مزيان، يعني وحده في مئة اما هي شي واخا ما يكون يكون المول عادي، شي واخا يكون المول عادي يدهن غير بالزبده ويترش بالدقيق مزيان ما غيطرا له والو. يلقى عليه جاريه بزاف، الا كانت جاريه بزاف كت ولا الا حيدتها وهي سخونه غتلصق ليها. وهي سخونه غتلصق ليها. اذا هادو هما الاحتمالات يمكن ديال انها لصقات وهبطات ليها حلات على فران. لا هنا كاين واحد المشكل اللي حنا ما نقدرش نهضر عليه بطبيعه الحال، هو ديال انواع ديال الخميره، حيت كاين نوع ديال الخميره اللي كيتفاعل باقا محطوطه في الطبله قبل ما تدخل الفران. هذه دائما انا كنهضر عليها لان درت عليها تجربه مع التلاميذ ديالي، فدرنا جوج تجارب، درنا هكا كيكه هكا ودرنا كيكه هكا، فلقينا بانهم ملي كنخدموا هذه ما كتفاعلش، يعني كتبقى الكيكه هي ما كتنفخش، بخلاف الاخرى ملي كنستعملوا الاخرى يعني واحد النوع ديال الخميره ملي كنستعملوا كتنفخينا باقا باقا كتخدميها كتبان كتنفخ، ولكن اون فوا كتدخل الفران حمراء والبيضاء. كيفاش حمراء والبيضاء؟ اش من نوع الخميره هذا؟ المهم كاين جوج انواع ديال الخميره. وحده كتنفخ وحده لا. هي دائما مراعاه عندي ثلاثه الخمارات في الكيكه غتنجح يعني 100%. فران ما يكونش سخون نشعلو نحط الكيكه باش غنعرفوا دابا اني اللي كتنفخ. عيطوا لهدى في التليفون. الله يرضى عليكم. نسالي فكرني نسولك. على امينه انت واخا قالت لك الدجاج محمر كيجي من الداخل باسل. ما كيتشرملش مزيان. لا ولكن واخا كنشرملو كنشرملو غير من برا بصح حنيت عندها الحق. لا علاش حبيبه ديالي؟ شوفي شي نهار الحصه اللي غنديرو فيها انت الدجاج ديالك طيبي الدجاج ولا الدجاج غنجيبو الدجاج واحد يجيب الدجاج نجيبو لاط نجيبو بغا يشوف. يلا حنا 12 دابا ولينا ياك وانا جوج 12 13 14 دجاجه محمره والدجاجه ديال زينب هي 15 مزينه مسكينه غتفكرها 14 دجاجه محمره. دابا علاش كيجي من الداخل الدجاج؟ علاش كيجي من الداخل؟ تقبوش؟ لا ماشي ما كتقبوش. بعدا خصنا نعرف واحد القديم يكون كشرم الدجاج راه خصني ندخلو يعني عطريا مزيان. لا بعدا الداخل ديالو خصها تشرم مزيان ياك، وتحت الجلده وتحت الجلده ماشي تحيد الجلده، كتدخل هذيك اللقانه غير بشويه غير بالصبيعات ياك، وزائد خصها تثقب بليكيردون الصدر خصو يثقب كامل بالكيردون يعني فوق الجلده. لا لتحت باش تبقى الجلده عندي قابطه فهمتي. يعني شتي ملي تدخل العطريه اللي قامه تحت الجلده بينها وبين اللحم غادي تدخل له، يعني انا الجلده غتحميه. دابا ديك الجلده في المحمر اللي ما عندنا كيديروا ليها ياك خاصها تبقى ما كاين كيديروا. واش نديروا حنا دجاجه مسلوخه؟ لا في المحمر تجي حمراء من الفوق ما تاكلش الفوقاني يجي قاصح. لا صافي ضروري ما تكون محمره. اذا النصيحه ديالك ليها انها تشرمل تشرملو تثقب الصدر بالكيردون غير بشويه تخشي صبيعاتها وتثقبو وتدخل الشرموله ضروري وتخليه مشرمل مده طويله ضروري باش يشرب ديك الشرموله مزيان. زائد حاجه اخرى حنا اللي خطا عندنا كبير باننا ملي كنحمروا كنطيبوا الدجاجه ونخرجوها وندخلوها الفران من الفران للتبصيل نو هذاك غلط. ايوا خاصها ترجع لاصوص ترجع لاصوص تبقى تشرمل وتعلي مزيان وتدخل ديك العطريه فيها وتبقى يعني ديك البصله ما نشفيها ماشي تتعلك تولي قويه. ملي تبغي ترجعيها تولي قويه دخلي فيها دجاجه وخليها كتحمر وديك البصله كتعلك وديك الدجاجه كتشرب ديك لاصوص. اييه واخا لالا اتصال ديال ام انس من وجده. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك ام انس. صباحكم مزيانين. الله يبارك فيك الحمد لله. بارك الله فيك. انا كنت غادي نطلب غير واحد الطلب بسيط ولكن سمعت دابا الدجاج محمر. وانت طمعي. سير خاطري.
مرحبا. ماذا بكم تعطونا كاع الطريقه نيسان ديال صحنا نطيبوا الدجاج دجاج محمر واخا ام انس نتفق انا وياك نعطيوها اثنين باش نحط معاها تصاور ديال السبت واخا باش غير نصوروا ان شاء الله يا ربي نوفي لكم هذا الوعد ديالي وان شاء الله نحط لا فيديو واخا. كنشكرك ام انس من وجده. ناخذ فاطمه الزهره من الرباط. السلام عليكم فاطمه الزهره. وعليكم السلام. كيداك؟ مرحبا. الله يبارك فيك. عطيك بغيت نطلب هدى. اييه. بغيت نسمن بالكفته والخضره. نسمن بالكفته والخضره واخا. عافاك عندي غير سؤال. اييه. عافاك دابا انا الرغايف كندير لهم نص طيبه كنخشيهم فريكو. شنو هما؟ المسمن. الرغايف اييه. كندير لهم نص طيبه. اييه. كنخشيهم فريكو. دوك ملي كنخرجهم كنطيبهم كيجوني كارمين. اييه. واخا نشوفوا الطريقه للحفاظ على الرغايف. كنشكرك فاطمه الزهره. كيفاش بعدا نحتفظوا بالرغايف في الفريكو؟ باش نحتفظوا بالرغايف طيبنا ولا تبقى لنا دابا هي كندير لهم نص طيبه هاد ما حسن. واش ندير لهم نص طيبه؟ واش نطيبهم كاملين؟ لا نص طيبه نص طيبه. ولكن ملي تجبدهم قالت لك يوليو قاصحين حيت سي سيغ ملي كديرهم ملي كطيبهم ما كطيبهمش نص طيبه. عرفتي نص طيبه ديالنا حتى كياخذوا ديك الحموريه خفيفه عاد كنقولوا نص طيبه. يعني غير تشد فراسها تبقى بيضه فهمتي وما يدهنوش بالبيض لان الا دهنوا بالبيض غيتحمروا فما خصهمش يدهنوا بالبيض خصهم يديروا طيبوا غير نص طيبه. يلا تقبض فراسها انا بدات تشد ليا فين غنهزها وكتحيد كتبقى بيضه. اما الا مشات ولات شويه ديال الذهبي صافي ما بقاش نضرب غير كملي لها واحد دقيقه وهي طيبه. زائد ملي كنخرجوها من الكونجيلاتور مباشره ماشي من المجمد مباشره للفران لان غيشربها ما يكونش فران سخون اول شيء لان الا دخل الغلط الكبير اللي كيكون عندنا كنقولوا غنشعلوا الفران باش يطيبوا ليا من الداخل. فراه ملي كتشعلي الفران كياخذ داك لادوغي وكيكرمهم الفران وكتخرجيهم كارمين شغل تاكلي فهمتي. فنطيبهم نص طيبه بقاو بيضين ومنين نخرجهم نطرب بيضه مع شويه ديال الخل ولا صوص سوجا وعاد كندهنهم عاد كندخلهم الفران نشعل الفران مباشره مجرد انني نشعل الفران ولا في مقله لا في الفران حيت الرغايف هذو الفران ماشي ديال المقله هذا اللي ما كزاش على الرغايف دوك العاديين كزدر على دوك اللي معمرين وهكا مربعين صغيرين هذوك علاش كتهضر هي داكوغ واخا. فمجرد انها تشعل الفران تدهنهم بالبيض وتنقص الفران وتخليهم يطيبوا على مهلهم حتى ياخذوا داك لادوغي ديالهم غيجيو رطبين ان شاء الله. واخا ان شاء الله. ناخذوا ام انيس من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي امينه. مرحبا تفضلي. كدير بخير كلشي بخير. الله يبارك فيك الحمد لله. اختي هدى لاباس عليها؟ الحمد لله حبيبتي لا تولي في عمرك. كنشكرك بزاف على الشاورما جربتها جات زوينه الله يحملك بها الوالدين. بصحتك وراحتك. بصحتك وراحه حبيبتي. ربي يخليك اختي. بغيت نسولك على واحد تاختودا. ايه. واحد الحليوه كناخذوها في لي ريستورون كوم دي فير. كيسميوها تاختو دام ولكن دام هو واحد الشوكولا سميتو دام. دام وي كنشوفها في اليوتيوب ولكن ما كتكونش كي بحال كيما كناكلوها في لي ريستورون هنا. واش إلي فارسيو شوكولا هي دي تارتو شوكولا؟ بشوكولا ولكن بواحد الشوكولا خاص سميتو دام. اوكي ممكن نحط لك صورتها صور ديك البلاطاخت ممكن نحطها لكم في لاباج وتشوفيها اختي. لا غادي نرجوك حنا لزينب باش نعطيك الرقم ديال هدى وهكا تفاهموا بيناتكم شمن طاخت هذه وهكذا تعطيك ان شاء الله الوصفه. نمشيو لمكناس هذه المره عند فاطمه. خذ ام انيس زينب. شكرا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي امينه. كي دايره لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا تفضلي. عافاك بغيت نسول شاف هدى على داك بقلاوه بغيت نعرف اللاطه اللي غنديرها فيها شحال يكون الطول ديالها والعرض. شحال عندك ديال المقادير حبيبتي؟ شحال العجينه؟ شحال قياس الطحين؟ عندي فيها نص كيلو ديال الفاصله عطيتيها داك الخضره وفيها 150 غرام أوكي. ديال الزبده. اوكي حبيبتي صافي. مرحبا. شكرا على اتصالك فاطمه. شحال عطيها؟ اللي واعر فيك تمشي من الاخر السؤال الاخر اللي كتبدا من الاخر عاد نرجع للغايب الاخرين سهل هذا نعطيو دغيا. اذا عندي بالنسبه لاطا اللي هي هضرات عليها ديال البقلاوه اللي كنا عطينا ف 30 على 20 كاينه واحد لاطا ديك الصغيره عرفتي ديال 260 هذيك الله يجعل البركه. واخا واخا 30 على 20 الرغايف بالخضر والكفته. اذا الرغايف بالخضره والكفته اول حاجه بعدا باش ما تجيهاش ما تبقاش تجيها الرغايف يابسين ولا قاصحين خصنا نعرفوا من الاساسيات ديالها واللي هي مهمه هي تكون العجينه رطبه. كل ما كانت عندي العجينه زوينه ماشي نعجن الطحين والخميره وهذا والماء ونقراني عجنت الرغايف فالرغايف راه غير نفوق مع المسمن العادي ما ديابش نبداو نفرقوا دابا المسمن بوحدو المسمن بوحدو والشيا بوحدو والرغايف بوحدو
والملوي حتى هو عجينته بوحدها، فكل حاجه عندها اصولها باش تجيني كل حاجه باللذه ديالها، ماشي ناخذ عجينه وندير بها كل شيء. اوكي، فحتى الملوي عنده واحد الطريقه ديالو سهله، عنده عجينته خاصها تكون رطبه بخلاف المسمن، فكل حاجه ناخذوها بمقياسها باش نعرفوا كل حاجه تجينا بقياسها، يعني ما تجينيش قاصحه بحال اللي قلنا. واخا الشيف شحال؟ اذا غادي ناخذوا نص كيلو ديال الفورس. أيوة. جوج زلايف ديال الفورس ياك، غادي نضيفوا عليهم، بحال دابا درنا 500 غرام، غادي نضيفوا عليهم واحد كاس، يعني كاس كبير، يعني نص ربعه ديال الفينو. نص ربعه ديال الفينو، ماشي السميده الرقيقه، دائما راعيوا بانه الفينو راه ماشي هو السميده الرقيقه، الفينو هو داك الطحين الصفر. حيت ملي كنقول الفينو بارفو كيجيبوا لي داك المحبب شويه، فالطحين الصفر كنسميوه الطحين الصفر، كيكون بحال الفورس هو صفر ياك، كنديروا منه كاس كبير اللي هو نص ربعه، كنضيفوا لالا خماره ونص، كنضيفوا خمانه ونص ديال الحلوه، كندير واحد الحفره، كنغربل، كنغربل الدقيق، كنغربل معاه حتى الخميره ديالي، كندير الملحه، كندير لالا بيضه، جوج معلقات كبار ديال الزيت المائده، وكنضيف عليهم الى عندي شويه ديال الثومه غبره، كندير غير واحد ربع معلقه صغيره باش تعطيني النسمه، يا اما الثومه غبره اولا البصله غبره، فكيعطي واحد النسمه رائعه في الرغايف. معلقه؟ لا نص معلقه صغيره كنضيفها معاهم، واحد ربع معلقه صغيره ديال السكر باش كيتحمروا ليا، هذه حتى هي وحده من الاساسيات بانهم يتحمروا بلا ما يقصاحوا ياك، وبطبيعه الحال واحد نص معلقه ديال الخل، فالخل كنستعملوه دائما في الرغايف ديال الفران، اي عجينه عندك ديال رغايف الفران استعمل ديك نص معلقه، علاش؟ لان كترطب العجينه ما عمر كيقصاحوا ليا في الفران، كيجيو رطبين. اوكي يلا نبداو، غادي نجمعوا هادشي كلشي باطراف الاصابع ونبداو نضيفوا ماء بارد، حنا كنجمعوا شويه بشويه، يعني ما من روبيني كنبدا نضيف العجينه، دائما ما تطلعش قاصحه باش ما تعذبنيش في الطليق، نطلعها شويه خفيفه باش تجيني يعني سهله لانني نورقها بسرعه ياك. غادي ناخذ لالا من بعد غادي نعجنها نخليها ترتاح، يعني ضروري ترتاح واحد ربع ساعه، مني ترتاح ديك ربع ساعه كناخذ العجينه كنبدا نقطعها كويرات، كنبدا نقطعها كويرات 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 ونحطهم يرتاحوا ياك، دائما مراعاه بانني بلاطو ملي نبغي نقطع ديك يعني نقج العجينه ولا نقطعها ديك الكويرات خصني يكون ديك بلاطو مدهون بالزيت ونحط ديك الكويرات ونغطيهم بميكا، من الضروريه سواء كان البرد سواء كان الشتا ضروري نغطيوها بميكا، غير باش ما ديرش للعجينه ديك القشره، ما تكونش عندي ديك القشره من الفوق ديال العجين. كناخذ زليفه كندوب فيها شويه ديال الزبده، اللي هي شويه ديال الزبده غادي نقولوا واحد 100 غرام، 100 غرام ماكسيموم 100 غرام ديال الزبده كندوبها، وزليفه فيها الزيت، فشويه ديال ديك 100 غرام ديال الزبده كندوبها، كنضيف عليها واحد كاس ديال الزيت ديال العنبه، كنخلطهم في واحد الزليفه وكنبدا بهم كنورق العجينه ديالي، كنبدا ندهن القصعه ولا الطبله ولا الرخامه اللي عندي وكنبدا نورق العجينه مزيان تتولي ترونسبارون رقيقه ياك، كنورقها مزيان، فكندهنها بشويه ديال سميتو ديال الزبده والزيت، وكنرش عليها شويه ديال السميده الرقيقه، يعني مجرد غير صبيعات هكا كنرشها ونورق وحده اخرى نحطها فوق منها. فهنا انا علاش كنضوبلها، كنضوبلها اومينتو لانها خصها تكون مورقه مزيان تتولي ورقه كتبان، ديك الطبله كتبان، كنحط ورقه على ورقه عاد كنحط شويه ديال الحشوه. نفس العبار نفس العبار ياك، علاش؟ باش كتجيني داك لافيلطاج وكتجيني العجينه، ندير الحشوه الوسط، الحشوه الوسط، وكنطوي من هنا ومن هنا، ومني كنطوي هاد الجهه يعني اللي قبالتي والجهه اللي حدايا كنطويهم، كندير الحشوه ثاني شويه، ماشي كنبقى غير نطوي بلا حشوه، غادي تجيني شويه المسمنه عامره بالعجينه بزاف، فكنقسم ديك الحشوه كندير شويه الوسط ياك، وكندير نطوي هاد الجهه وهاد الجهه ونحط ثاني شويه ديال الحشوه، وعاد ديك الساعه كنطويها. حنا شي كل اجي نقول لك دابا شي كول الصبح نعطيو فين الحشوه بعدا؟ راه فين الحشوه؟ يعني واعرين حنايا. المهم دابا هي الطريقه، دابا نديرو الحشوه. هي الطريقه نعطيو الحشوه، فغنطويها من هنا ومن هنا وغندير شويه الحشوه ونطويها عاديه. يلا ناخذ الحشوه كتبي. ها معاك. يلا جوج خزوات محكوكين. جوج خزوات. جوج قرعات محكوكين حكاك رقيقه بطبيعه الحال كنشحروهم بجوج بيهم مع الزيت. اها. كنشحروهم مع شويه ديال الزيت مائده بطبيعه الحال. ايوا. معاهم جدرات ديال الثومه. ياك كنضيفوا عليهم الا بغينا انواع ديال الخضر اللي هي بغات اي نوع، انا كنعطيك الاساسيات ملح وبزار ياك، ملحه والبزار هذه من الضروريات، وجوج درات ديال الثومه كيتشحروا مع الخضر ياك. كناخذوا الكفته كنشحروها بوحدها، يعني خاصها تشحر في الماء، ناخذوا ربعه الكفته
نشحروها في الماء تكون بالعطريه ديالها، صوبيها بالعطريه ديالها وشحريها في الماء جوج معلقات كبار ديال الماء. كتشحر كنضيفها لديك الخضره، كنضيف عليهم جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون زيت العود، كنضيف عليهم الملح، الابزار، زلافه صغيره يعني فيها واحد ثلاثه المعالق كبار ديال الربيع مقطع، نضيفوه لديك الكفته ياك، كنشحرهم ملح ابزار، واحد ربع معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال التحميره، شويه الكمون ياك، غير راس المعلقه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر كنحكو بين يدي هذا كيبقى اختياري اللي بغاه، وشويه ديال الهريسه الا بغيناهم يكونوا حارين، وزيتون مقطع يعني ناخذ زيتون مقطع نزيد ثاني نقطعو نطحنو ولا نقطعو ونضيفو واحد 100 غرام ديال الزيتون. كنشحر هادشي كلشي فوق البوطه بعد ما درت العطريه ودرت الزيتون درت الربيع وكلشي كنشحرو مده ديال واحد جوج دقائق، كنطفي البوطه كنخليه يبرد، كنحك فيه شويه الفرماج، عاد كنبدا ندير الحشوه ديالي صافي، وكنعمر السيمانات ديالي، كندهنهم بالبيض وكندخلهم الفران كيطيبوا. الا غنطيبهم غير نص طيبه راه بحال اللي قلنا ما ندهنهمش بالبيض، يطيبوا غير يتصهدوا، غير نقدر نهزها ونحيدها، ما كانش بغيت نطيبهم كاملين كندهن بالبيض وندخل الفران. صحه الراحه. شكرا لك هدى اليداري الشيف هدى الخبيره في الطبخ، كنتي معنا في الشيوات ديال اليوم، جربوا بديده ولي غتلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك اسره سيغ شي ضيفان.